طبعا بيودع الملاعب، تبقى لحظة صعبة على لعيب الكورة. صباح عليك يا أسامة، وعايز أهنيك برضو على البرنامج بتاع الناشئين ده، لأنه البرنامج ده كان حقيقة من زمان قوي كنا بنحاول نعمله لقناة النادي الأهلي. الحمد لله اتحققت هذه الرغبة يعني، وأنا يعني بقول لك يعني من مكاني هنا إن البرنامج ده إن شاء الله مع الوقت إن شاء الله هيبقى له فوائد كثيرة جدا حتى على قطاع الناشئين، من خلال تطويره ومن خلال إضافة بعض الآليات اللي فيه، بحيث إنه نحاول نخلي البرنامج ده الهدف الأساسي منه إنه الناشئ يعرف تاريخه في النادي الأهلي، التدريبات اللي بياخدها والحاجات دي عشان ترفع من مستواه. حقيقة أنا برضه بحييك برضه على إنك أنت برضه بتجيب بعض الرموز اللي موجودة في النادي الأهلي عشان توري من خلالها إنه قطاع الناشئين ده هو اللي أفرز أغلب اللاعبين، وأنت منهم طبعا. كنت حقيقة من قطاع الناشئين، فرز واضح جدا إنه أخرج لعيبة على قدر كبير جدا هي في الفترات السابقة من أيام حياة كابتن مصطفى حسين الأشبال، ومرن بكابتن عمرو أبو المجد والسايس، وبعد كده طبعا أجيال كثيرة كانت موجودة في النادي الأهلي من مدربين ومسؤولين عن هذا القطاع. والله أنا طبعا أنا كواحد الحقيقة اتربيت في النادي الأهلي واشتغلت في قطاع الناشئين 20 سنة. ممكن في ناس ما تعرفش المعلومة دي، أنا بطلت 83، كابتن عمرو أبو المجد وكابتن السايس طلبوا مني إن أنا ألتحق بجهاز التدريبي في ذلك الوقت، انا ومحمد عامر ومختار مختار، وكان كابتن صعب عبد الحليم حياه، مجموعه كبيره جدا حياه، وماهر همام، مش عايز اذكر الاسماء لانه اكثر من 20 30 زميل معايا كانوا في ذلك الوقت. رساله حقيقه مهمه جدا ان انا في هذا القطاع لحد 2002 لما رحت الاتحاد الافريقي كنت بهتم بكيفيه انه اللاعب اهتم بتكوينه قبل ان اهتم بالنتائج. يعني عمري ما اهتميت بالنتائج الحقيقه ايام الكابتن صالح سليم، كان بيقول لي يا شطة أنا مش عايزك تيجي تقول لي 6 14 15 و20، أنا عايزك تقول لي عندي 2 3 لاعبين هيكون لهم إن شاء الله مستقبل. وفعلا هي استطعت أنا من خلال وجودي في هذا القطاع إن أنا أخرج لعيبة هي كبار موجودين الآن على الساحة الرياضية، إذا كانوا اعتزلوا أو إذا كانوا لسه في الملاعب. وهؤلاء اللاعبين طبعا تأسسوا من خلال حياة قطاع الناشئين في النادي الأهلي. ما فيش مدرب لوحده هو الذي استطاع أن يخلق لاعب أو يكون لاعب، هذا تسلسل أجيال مع بعض. اللاعب بينشأ من 8 سنين ل 10 سنين ل 12 ل 14، بيتنقل لأكثر من مدرسة أو مدرب، وبالتالي كل المدربين كان عندهم برامج موجودة، ومن خلال حياة مبادئ النادي الأهلي وسياسة النادي الأهلي في ذلك الوقت أن كل اللاعبين يعلموا تماما أن القصد من المباريات هو رفع مستواهم من خلال التدريبات، وأحد طرق التدريب كانت موجودة. وطبعا ده كان حقيقة أمر مهم جدا أنه اللاعب في قطاع الناشئين يجب أن يعلم تماما أنه الفرصة هتجيله، بس لازم يجتهد ولازم يكون دائما بيسمع كلام المدرب ونصائحه، والتدريبات يؤديها بشكل جيد، لأنه التدريبات هي اللي بتصنع اللاعب، والممارسة والتكرار هو أساس التعليم. الممارسة والتكرار هو أساس التعليم. شوف أنا برضه أنا جيت النادي الأهلي ما كنتش ابني من أبنائه، لكن مع الوقت كده حقيقه كابتن طارق سليم يعني رحمه الله عليه قال لي يا شطه انا سعيد جدا انك انت في النادي الاهلي ابني من ابناء المخلصين، ان اكتر واحد كنت في الملعب بحس بقد ايه انك انت روح الفانيلا داخلك. هي دي الحقيقه ابرز حاجه كنا بنحاول نعلمها للاعبين، انه روح الفانيلا الحمراء هي اساس كل شيء تضحي من اجلها، تضحي من اجلها بانك عندك اي حاجه ممكن تحاول تخليها جانبا، مشاكلك الاسريه، مشاكلك الماليه، اي شيء تضحي من اجله. كنا لا نأبه بالمال أو بالمادة، نأبه أهم حاجة عندنا أنه نكون دائما مخلصين لهذا النادي الذي يعني خلق نجوم قبلينا، وإحنا جينا بقى برضو في هذا المكان عشان نخلق أجيال في نادي الأهلي من خلال حب النادي، انتماء النادي، روح الفانيلا الحمراء، الإخلاص في الأداء، بغض النظر عن النتائج. ما كناش هي حريصين على أنه لو خسرنا الخسارة بالنسبة لنا، المركز الثاني كان بالنسبة لنا يعتبر خسارة في كل المراكز في كل الأوقات على جميع المراحل السنية. كنا حريصين جدا أنه نزرع كمان روح المكسب أو هذا الإحساس بأنه النادي الأهلي هو نادي البطولات، دي كانت مهمة جدا حقيقة. والله في لاعبين يعني كتار جدا ظهروا وبثقوا طبعا، ونذكرهم لأنهم مثلوا النادي الأهلي في مراحل كثيرة والمنتخبات. طبعا على رأسهم الحقيقة الكابتن أسامة حسني، كان حقيقة يعني مثال كبير جدا للاعبين الحقيقه المخلصين، ما كانوش بيخلقوا مشاكل، عنده مهاره خاصه جدا الحقيقه، كان لعيب ذو مهارات خاصه جدا.
وسام حسني كانوا من اللاعبين الحقيقه برضو مسار النادي الاهلي على مستوى الفريق الاول المنتخبات، وكان بيحرز اهداف حقيقه رائعه جدا. عندك عماد متعب طبعا الحقيقه لا انسى انه لما اول ما بدا انا مسكته من 8 ل 10 سنين ل 12 سنه، وجدت فيه في تلك المرحله الصغيره موهبه التهديف، كنت ممرنه تدريبات خاصه خصوصا في الكرات اللي هي الكروسز والحاجات اللي هي الكرات العكسيه، لانه كان يمتاز بالتايمينج واللعب الكره بالراس، وكان برضو عنده قدره في التهديف. عندنا طبعا هي لعيبه اخرين زي مثلا حسام غالي، حسام غالي ده اول ما دخل النادي الاهلي ايام كابتن الشربيني انا كنت وقتها ماسك ال 20 سنه، وكنت دائما حريص على ان اتابعه الحقيقه، وكان حقيقه لعب معايا اكثر من مباراه 18 سنه، وكنت دائما حقيقه بنصائح كثيره جدا بقدمها له، وكنت برضو حمام بيساعدهم حتى كمان في الدراسه لما كان عندهم مشاكل في الدراسه كنت بروح معهم. عندنا حقيقه كميه كبيره جدا من اللاعبين الموجودين حقيقه على المستوى، كان شريف اكرامي طبعا من 8 سنين انا دربته 8 سنين و10 سنين و12 سنه في جميع المراحل. عندنا امير عبد الحميد كان حارس مرمى برضو حراسه جيدين. عندنا مصطفى كمال كان برضو موجود، واحمد فوزي حقيقه حارس المرمى كان برضو معايا فتره طويله. لعيبه كثيرين جدا موجودين حقيقه، في لعيبه طبعا استمرت في النادي الاهلي وفي لعيبه خرجت بره يعني ساهمت برضه في انها تلعب في الانديه الاخرى. النادي الاهلي بيفرخ لعيبه على مستوى الجمهوريه على مستوى المنتخبات المتنوعه حقيقه. كان بيساعدني في الفترات دي مختار كان موجود، ومحمد عامر وباهر همام وصبع عبد الحليم وابن عبد الصمد، اسماء كبيره جدا، وعبد العزيز عبد الشافي. كنا مجموعه كبيره جدا من المدربين الحقيقه المخلصين في النادي الاهلي، بيحاول دايما احد عبد الباقي ما انساش، قعدنا فتره طويله مع بعض كنا بناخد من بعض. اهم حاجه 16 سنه بلجأ له لما ما يكونش عندي لعيبه صعدت الفريق الاول، بلجأ للمرحله الادنى. ما كانش في خلاف بين المدربين انه عنده ماتش مهم جدا يقدر ما يدينيش لعيب من عنده، لا كنا دايما انا في المرحله الادنى دايما برفع مستوى اللاعب للمرحله الاعلى. 16 يلعب 18 بغض النظر عن الماتشات اللي جايه، يعني اهم حاجه عندي اللعيب يلعب في المستوى الاعلى، ودي مهمه جدا انك انت بتصعد اللعيب حتى وانت محتاجه في مرحلتك السنيه، دي مهمه جدا. انه في مدربين الان يقول لك لا انا عايز اللعيب ده عشان عندي ماتش، لا طالما اللعيب صعد للمرحله الاعلى انا بعتقد هو ده الانجاز الاكبر انك انت لحققته في انك انت رفعت لعيب من مستوى صغير الى مستوى اعلى، وده طبعا خلى اللعيبه لعبت على 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 18 سنه، في لعيبه لعبت 18 سنه في الفريق الاول كتير يعني موجودين، ودي كانت حاجه مهمه جدا هي في قطاع الناشئين استطعنا ان نغرزها في المدربين نفسهم في اللاعبين. الحقيقه كل اللاعبين اللي انت تعرف دلوقتي كره القدم اصبحت احتراف، والاحتراف ده طبعا مرتبط بحاجات كتيره جدا، انك انت بتتواجد في الملعب. اذا انت حسيت انك انت الفريق الاول في عدد كافي موجود انك انت هتفضل قاعد مش هتلعب، يا ريت تفكر في انك انت الاعاره بالنسبه لك حاجه مهمه، هترفع من مستواك وترجع تاني. ممكن النادي الاهلي في اي وقت في لعيبه، انا هديك مثلا حسن مصطفى كان خرج من النادي الاهلي ورجع تاني النادي الاهلي لعب. عندك لعيبه يعني كتير جدا خرجت ولعبت بره في الانديه الثانيه، احتكت احتكاكات قويه بقت افضل من اللعيبه اللي قاعده ما تلعبش في الاحتياطي. فالحوافز موجوده انك انت تفكر دايما انك انت يعني اذا ما كانش لك وجود في الفريق الاول نتيجه يعني الكميه كبيره من اللاعبين اللي موجودين انك تطلع تعار، دي حاجه طبعا توري قد ايه ان النادي الاهلي مليء باللاعبين، وان هو مفرخه لكل الانديه انه الانديه كلها بتستعين بيه، خصوصا ان المدربين اللي بيخرجوا من النادي الاهلي دايما بيطلبوا لعيبه النادي الاهلي من ناشئين. ليه؟ لعيب مؤسس تاسيس صح، عنده قدرات بدنيه وعنده قدرات ذهنيه، عنده برضو احساسه بالاداء بادائه في الملعب، انه لازم يعني ثقه المكسب وحوافز الحاجات دي كلها بتخلي اللعيب ما بيطلع بره بيؤدي. ودليل زي ما حضرتك قلت انه الجونه دلوقتي افضل اللاعبين اللي فيها ورفع من مستواه وخلوها دايما في شكل كويس هم اللعيبه النادي الاهلي، يعني لو النادي الاهلي بيعيره عشان يكتسب خبرات عشان يرجعه تاني. النادي الاهلي مش عايز يشتري لعيب من بره، وانت اساسا اللعيب عندك اساسا اسست في النادي الاهلي بيروح الفنيه الحمراء باداء النادي الاهلي، وتطلع بره تيجي تاني هتيجي اقوى، ودي حاجه مهمه جدا لانه قطاع الناشئين في مبارياته وفي مسابقاته لن تخرج لاعب بشكل كبير او بشكل مميز الا من خلال انك تلعب في الفريق الاول في انديه اخرى او تلعب في النادي الاهلي نفسه، بس تكون مشارك بصفه منتظمه. ودي حته مهمه جدا يعني الحقيقه بقولها للناشئين عموما، يعني احنا الحقيقه اتربينا في النادي الاهلي في شكل اسري كبير جدا الحقيقه. الان غير موجود نتيجه الاحتراف واللعيبه اللي بتيجي من بره، والحقيقه بعد الاماكن الناس اللي ساكنه فيها. النادي الاهلي كان معسكرنا كان بيبقى تحت المدرجات هنا، كان المعسكر ده اللي هو الغرفه اللي بيجتمعوا فيها الان اللاعبين دي، كنا ده معسكرنا اللي بننام فيه، كنا ده الجامع اللي بنصلي فيه، لازم نصلي كل الصلوات مع بعض هنا اللي كنا موجودين في النادي المعسكر بتاعنا من الصبح لحد بعد. وكلنا كنا حقيقه كلنا مع بعض روح واحده. اللي انا لا انسى ان انا اول سنتين كنت قاعد احتياطي بصفه مستمره،
لكن كنت بيستعين بيها النادي الحقيقه النادي الاهلي واستعين بيها المدرب بشكل منتظم في مواقف كثيره جدا بيحتاج لي فيها ان المستلزم ابدا انا. يعني انا اذكر كويس قوي في بعض المباريات كان حقيقه المدرب هديكوت يقول لي انا مش هبدا بيك، انا عايز ابدا مثلا بطاهر الشيخ وحسين صالح وصفوت او مختار مثلا، لان انا محتاج انك في الحته الفلانيه بتاع الحاجات دي كلها بتخلينا احنا برضو الواحد فينا ما يعني ما بيزعلش انه موجود في الاحتياطي او ما بيلعبش. لا كنا كلنا حقيقه بدانا كلنا حقيقه بنلعب على فترات متقطعه مش بصفه منتظمه، ممكن اللعيب يلعب شوط ممكن اللعيب ما يلعبش ممكن اللعيب الماتش اللي جاي يتعامل حسابه. فكنا حقيقه حته مهمه جدا يا جماعه انا عايزها للناشئ او للاعيبه اللي بتلعب في النادي الاهلي، انك انت كونك موجود مش موجود في في الـ في الـ في الـ في, الـ في القائمه الاساسيه انك انت 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 مهمل. لا بالعكس، ده في لعيبه احتياطيين كتيرين جدا موجودين اسسوا من خلال انهم كانوا بيستعين بيهم المدرب في الشوط الثاني عشان يرفع حقيقه من قدرات الفريق اذا كان بدنيه او اذا كان يعني دافع روح معنويه جديده. دي حاجات مهمه جدا الحقيقه للاعبين والناشئين عموما يكونوا يعني تبقى دايما في ذهنهم. الحقيقه زياره رئيس النادي الاهلي عموما لقطاع الناشئين، انا حضرت صالح سليم ايام ويل كورفر لو تفتكروا كورفر كان موجود في النادي الاهلي وقتها، صالح سليم زارنا مرتين وانا كنت موجود في قطاع الناشئين. هذه زيارات الحقيقه بتكون موجوده او لها ثقل كبير جدا لدى اللاعبين. افضل حاجه للاعب انه يشوف رمزي من رموزه وكان لاعب سابق ونجم من النجوم بيزوره. زياره الخطيب لقطاع الناشئين الان بترفع دائما حتى للمدربين نفسهم ولما يحسوا رئيس النادي مهتم بالقطاع. حقيقه زياره الخطيب بترفع دائما حتى للمدربين نفسهم ولما يحسوا رئيس النادي مهتم بالقطاع. حقيقه زياره الخطيب بترفع دائما حتى للمدربين نفسهم ولما يحسوا رئيس النادي مهتم بالقطاع. حقيقه زياره الخطيب بترفع دائما حتى للمدربين نفسهم ولما يحسوا رئيس النادي مهتم بالقطاع. حقيقه زياره الخطيب بترفع دائما حتى للمدربين نفسهم ولما يحسوا رئيس النادي مهتم بالقطاع. حقيقه زياره الخطيب في وسامح حسني نفسه يساله اكثر من مره ما كان يجي يلعب هنا، الدوافع بتتغير والاحساس بيتغير لانه هي ده المكان اللي نشأت فيه قطاع الناشئين في النادي الاهلي في هذا الملعب، كان كل قطاعات الناشئين والمراحل السنيه بتلعب في هذا الملعب. فبالتالي طبعا انا اتمنى انه برضو هذه الزياره للكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره عموما برضو يكونوا متواجدين ويحضروا مباريات لهذا القطاع. اللعيب لما يحس انه رئيس النادي بيتفرج عليه دي حاجه يعني بتشكل له دوافع كبيره جدا وبتخليه دايما الحقيقه، والمدربين نفسهم بيحس انه 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 ان هم مش مهملين مراقبين يعني او متابعين اخبارهم. ودي حته حقيقه مهمه جدا بحيي على الكابتن محمود الخطيب حقيقه كان قبل كده برضه كابتن صالح سليم والفريق مرتجي كان قبلهم وحقيقه بيتواجدوا دايما كانوا في قطاعات الناشئين والمباريات كانت بتقام هنا وكانوا بيتفرجوا عليها ويقعدوا في المقصوره هي قدامك دي كان بيقعدوا فيها كل الرؤساء السابقين للنادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره عشان يشوفوا الناشئين. اتمنى هناك برضه يتعمل الحقيقه ملعب يكون فيه برضه مقصوره وفي مدرجات عشان يستطيع رئيس النادي واعضائه يتابعوا المباريات بتاعت النادي الاهلي. أنا من خلال برنامج الأجبال ده بتمنى وبطلب من جميع الناشئين في النادي الأهلي إنه يهتموا بالتدريب، الانضباط، إنه يسمعوا كلام المدربين، إنه كل لاعب عنده أي مشكلة يحكيها للمدرب. اللاعب لازم يكون دايما في تدريباته حريص جدا أن يطور نفسه، يشوف أخطائه، المدرب هيساعده إنه يحاول يمرنه ويحاول يصح من أخطائه. يجب على اللاعب كمان عنده حاجة ذاتية من جواه اسمها آلية الأداء، انه يحاول من نفسه يطور نفسه، لو ناقصه حاجه يطلب من المدرب انه يزودها له. يعني انا اتمنى انا كنت اتمنى ان انا اعرض شرايط انا كنت بدرب بيها الناشئين موجودين فيها. يعني انا كنت اتمنى ان انا 90 دقيقه ولا 80 دقيقه اخلصها واروح. لا، هناك بعض التدريبات الخصوصيه اللاعب لازم يكون دائما حريص على انه يؤدي في مباريات بشكل قوي جدا ويكون دائما عنده هدف انه يوصل للفريق الاول، لانه النجوميه لا تصنع بين يوم وليله، النجوميه عايزه سنوات طويله من العناء والاداء. ونضرب مثل بمحمد صلاح طبعا نجمنا الكبير، ونضرب مثل بكل اللاعبين اللي موجودين حاليا ورأس من 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 الخطيب لمصطفى عبده لمصطفى يونس لكل اللعيبه اللي لعبت وادوا اداء مميز. هذه الامثله توري للاعبين انهم يستطيعوا انهم يحققوا من خلال قطاع الناشئين ده كل طموحاتهم في المستقبل ان شاء الله. طبعا بيودع الملاعب، تبقى لحظه صعبه على لعيب الكوره.